بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هتكلم على برنامج اسمه يونت كونفرتر. يونت كونفرتر أو بالعربي محول وحدات. البرنامج اللي حضراتكم شايفينه الوقت ده تقدر تنزله من على المتجر بلاي بتاع التليفون بتاعك. البرنامج ده هو ممكن يتعمل بالإنجليزي وممكن يتعمل بالعربي، فأنا حولته بالعربي عشان يكون سهل على الكل. البرنامج ده لما تيجي تفتحه هتلاقي بالمنظر ده، هتلاقي عندك في حاجة فوق اسمها متنوعة، هي بتتكلم عن الطبخ والوقود والبيانات والزاوية، دي كلها تقدر وحدات تقدر تغيرها. طيب احنا يهمنا هنا مثلا العلوم اللي هي القدرة والشغل والقوة والضغط، بعد كده حياتية اللي هو السرعة والوقت ودرجة الحرارة والعملة، وبعد كده أساسيات الحجم والوزن والمساحة والنوع. يبقى انت عشان تجيب أي حاجة تفضل تحرك كده. طيب بالنسبة لنا احنا لو هنحتاج نيجي مثلا في درجة الحرارة، نختار هنا مثلا، خلينا مثلا في الطول، نتكلم هنا في الطول، هنلاقي هنا وحدات الطول ايه، الام ام والمليمتر والسنتيمتر والديسيمتر والمتر والانش. طيب مثلا انت في مجال شغلك بتحتاج ايه، ممكن تيجي لك حاجة بالانش، الانش اللي هي البوصة، الانش اللي هي البوصة. واحد مثلا يقول لك ايه، انا قست الماسورة دي طولها 1 بوصة، انت عايز تعرف كام سنتي، هتلاقي هنا 2.54 سنتي. طيب واحد قال لك انا عندي 10 بوصة، تكتب 10 بوصة هتلاقي 25 سنتي. ده بالنسبة مثلا للطول. نيجي هنا المساحة نفس القصة، المساحة هنا عندك وحداتها بالمليمتر مربع، سنتيمتر مربع، والديسيمتر مربع. طبعا انا واحد ممكن مش عارف الديسيمتر بيساوي كام سنتيمتر، سهلة جدا، اجي مثلا اختار الديسيمتر هنا واشوف الواحد ديسيمتر بيساوي كام سنتيمتر مربع. 100 سنتيمتر مربع. طب عايز اعرفها بالطول لان المساحة غير الطول، ارجع هنا على الطول مثلا واختار ديسيمتر، ماشي، ديسيمتر، 1 ديسيمتر، او كتبت 1 ديسيمتر، 1 ديسيمتر بيساوي كام، 10 سنتي مربع. من هنا تقدر تعرف تحويل الوحدات. خلصنا من الطول والمساحة والوزن. الوزن طبعا بالوزن بقى الناس اللي بتشتغل في الثلاجات احيانا يجي يلاقي مستوى، يجي يلاقي كمية الزيت. الناس بقى اللي شغالة في الثلاجات ممكن تيجي تلاقي كمية الزيت كده مكتوب عليها بالاو زد، تيجي تلاقي كمية الزيت مكتوب او زد. او زد اختصار لكلمة اونص اوئية، اونص اوئية. فمثلا لو جه قال لك مثلا يعني ان هنا كمية الزيت 10 اونص، طب هو الاونص بيساوي كام جرام؟ الاونص هنا 1 اونص بيساوي 28.3 جرام. الاونص اوئية، اونص اوئية هي العربي وئية، وبالانجليزي اونص على ما اعتقد ان بنطق الكلمه بالانجليزي صح، تمام. ده الحاجه برضو اللي انت هتستخدمها في مجال التبريد التكييف، يبقى حته الاونص دي لازم تبقى فاهم بتساوي كام، بتساوي كام جرام. حاجه تانية هنا عندنا الرطل، حاجه عندنا الرطل، الرطل هنا اللي هو ال بي اختصار لباوند، ال بي اختصار لباوند. الرطل بيساوي قد ايه؟ الرطل بيساوي 45%، 45% كيلوجرام، يعني نص كيلوجرام، تقريبا نص كيلوجرام. زمان حتى الناس اللي كانت بتشاهد مسلسلات يقول لك اديني 2 رطل لحمه، يعني يقصد كيلو لحمه. طب انا مثلا عندي كيلو عايز اعرف فيه كام رطل، بختار الكيلو اللي هو الكي جي اختصار لكيلو جرام، والواحد بيساوي كام هنا، بيساوي 2.2 رطل، 2.2 رطل. ده خلصنا هنا الوزن والحجم. نيجي بقى للحياتيه، دي احنا قلنا درجه الحراره هنا، هنا العمله طبعا، انا عشان انا في قطر بالنسبة للتليفون معمول قطري، فالاول عملة قطر، مش عارف هل عند البرامج كلها كده ولا انا بس. هنا درجة الحرارة فهرنهايت، درجات الحرارة هنا سيليزياس اللي هي المئوي، فهرنهايت، والكي، الكي دي اللي هي اختصار اختصار لكلفين، والار اختصار لرانكل، دي وحدات درجة حرارة. الاخيرة بصراحة مش متذكرها، لكن احنا دايما بنستخدم السيليزياس المئوي والفهرنهايت. طيب وانت مثلا دلوقتي عندك الدرجة بالفهرنهايت، تختار الفهرنهايت هنا، عايز تعرف مثلا عندك 45 فهرنهايت، عايز تعرف يعملوا كام مئوي، 7.2 مئوي. ده بالنسبة لدرجات الحرارة والعكس. طبعا الوقت خلاص بقى الثانية والكلام ده والسرعة انت مش هتحتاجه. المهم بالنسبة لنا هنا بقى ايه في العلوم او الساينس ديت، اللي هي القدرة. هنا القدرة بالانجليزي يعني باور، والشغل والقوة، القوة والضغط. بالنسبة للضغط هنا، الضغط هنا الوحدات اللي بنستخدمها في الأغلب بتبقى كيلو باسكال، اللي هي رقم 4 كي بي اي كيلو باسكال، والميجا باسكال اللي هي بتساوي 1000 باسكال.
تمام. والبار والبي اس اي، البي اس اي اللي بنختارها اللي هي الاولانيه اللي هي بالانش مربع، اللي هي الانش اللي هي البوصه المربعه تمام، اللي هي الاولانيه مش اللي هي بالفيت، اللي هي بالقدم. طيب هنا مثلا انا عايز اعرف الميجا باسكال مثلا، يعني جالي ميجا باسكال عايز اعرف الميجا باسكال فيها كام كيلو باسكال، باجي هنا بكتب ميجا باسكال بلاقي فيها 1000 كيلو باسكال. طيب الوحدات اللي دايما نستخدمها في الشغل نستخدم مثلا البار والبي اس اي، انا عايز اعرف الواحد بار بيساوي كام بي اس اي، بكتب هنا واحد وبرجع البي اس اي بيكتب لي 14.5، ليه تقريبا 14.5؟ يمكن انا قلت الكلام ده قبل كده، في ناس بتقول 14.7 وفي ناس ساعات بتقربها ل 15 بي اس اي. طيب عندي مثلا الشغل اللي انا بشتغل عليه حاليا بالكيلو باسكال، فانا عندي مثلا كيلو باسكال ده وليكن ضغط السحب عندي دايما بيبقى مثلا حوالي 200، هنقول رقم سهل يعني 300 كيلو باسكال، دول ضغط السحب بيبقى كام؟ 29، سوري انا كتبت 200، هنمسح من هنا هنكتب 300 كيلو باسكال. 300 كيلو باسكال كام بالبي اس اي؟ 43 بي اس اي. ده يعني انا بشتغل على فريون 134 في الانشوره، ففي الاغلب بيبقى الضغوط من 250 ل 300، ده بالنسبه للضغط. والقوه هنا وحدات القوه، هنا وحدات القوه تاني واحده دي نيوتن دايما بنستخدمها، وبعض الوحدات ممكن تقدر بسهوله جدا تكتب على جوجل وحدات القوه، وحدات القوه ويجيب لك تعريفاتها. طيب نيجي هنا للقدره، القدره دي بقى اهم حاجه عندنا يا جماعه، القدره اللي هي بالانجليزي هتبقى باور. في اخر الفيديو هقلب التليفون تاني بالانجليزي ونجيب اللي هو بالانجليزي. القدره هنا الكيلو باور، الكيلو وات، انا عندي هنا الوحدات الوات والكيلو وات والميجا وات والكيلو كالوري بير سكند اللي هو الكيلو كالوري على الثانيه، والكيلو كالوري بير اور، بير اور اللي هي للساعه، والاتش بي اللي هي الهورس باور اللي هو الحصان، والبي اس دي بصراحه مش متذكرها، والبي تيو اللي هي البريتش ثيرمال يونت بير اور اللي هي البي تيو اللي بنستخدمها في التكييف عادي، والتي ار اللي هي طن التبريد تمام، والبي اتش بي والدي بي ام دول انا مش متذكرهم او مش عارفهم. فاحنا اللي خصنا دايما هنا الوات والكيلو وات والحصان والبي تي والطن التبريد. طيب النقطة المفصلية اللي انا دايما بقول عليها، لو افترضنا مثلا حد يقول لك انا عندي الجهاز ده بالبي تي يو 12000 بي تي يو، عايز اعرف كام حصان، اوعى تحول وحدة تبريدية لوحدة حصان، لان البرنامج هنا بيفهم الحصان اللي هو الحصان الكهربي، ومفيش حاجة مفيش حاجة اسمها وحدة تبريد تتحول لحصان، الكلام ده غلط، ويمكن انا شرحته في الفيديو اللي هو بتاع ليه في مصر بنقول الكباس بالحصان والخليج بنقول الكباس بالطن، مفيش حاجة اسمها كباس بالحصان، ده غلط جدا في مجال التبريد والتكييف، بتكلم على القدرة التبريدية. طيب انت عندك مثلا هنا البي تيو 12000، ما تجيش تقول هو بكام حصان، لان هنا لو بالحصان هيطلع لك الاتش بي هيطلع لك 4 و7، ده قصه تانية، هنا البي تي يو دي حراريه حاجه تانية ملهاش علاقه بمجالنا. فدايما البي تي يو تاخدها بالطن تبريد او تحولها بالكيلو وات تبريدي، الكيلو وات تبريدي تمام. ارجع للفيديو بتاع ليه في مصر بنقول بالحصان وفي الخليج بنقول بالطن. طب هنا لو انا كتبت للبرنامج مثلا كيلو وات، 1 كيلو وات مثلا، البرنامج هنا هيديك الكيلو وات تحويلها ل الكيلو كالوري، وهيديك تحويلها للطن التبريد والبي تي يو والهورس باور. انت هنا لما بتكتب كيلو وات هو مش عارف هل انت تقصد كيلو وات تبريدي ولا كيلو وات كهربي. فانت دلوقتي لو عندك مثلا جهاز تكييف بتلاقي مثلا يقول لك الكيلو وات تبريدي وليكن 3.51، الكيلو وات تبريدي 3.51 اللي هي بتساوي كام طن؟ اللي هي حوالي 99 من 100 طن، يعني 1 طن هنقول مثلا 3.52، انا مش فاكر بكام بالظبط، اهي حوالي 1 طن. طب اذا انت لما تخش على النيم بليت ويقول لك الكولينج كاباستي، الكولينج كاباستي بالكيلو وات، يبقى هنا لما تكتب الكيلو وات لازم تجيبها يا اما بالبي تي يو يا اما بالطن اللي هي تي ار، اوعى تجيبها بالحصان. طيب لو انت عندك جهاز بيديك الكيلو وات بالكهرباء او بالوات بالكهرباء، قال لك مثلا الانبوت الكهرباء 12000 و1200 واط كهربي، انت عايز تعرف مثلا الكباس ده كهربائيا كام حصان،
هنا الكباس ده 1.6 حصان. ده شرح سريع للبرنامج، وانت تقدر تكتشف اكتر من خلال ان انت تقعد تألف الوحدات. تحياتي ليكم، سمير صلاح، في امان الله.